حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل من أن استهداف الإسرائيلي يضع قواتها في خطر شديد للغاية، معلنة عن إصابة 2 من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. وأكدت اليونيفيل ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات، واعتبرت أن أي هجوم متعمد على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.